حيث من حيث هو نور بنا هو يا مالك الفقراء يا مالك الفقراء ريبوليا ملكت في الحلابية، عندي 6 الوليدات ومن ريبوليا مشيت كريت كاري ب20 نخلص الماء ونخلص الكرة، وإلا ما خرجتش خدمت في الزبالة وداك الشيء ما نجيبش نضغى لولادي، ما كاينش اللي كيعقل عليا تما حتى واحد متعقل عليا. دابا كنطلب من سيدنا الله ينصرو يتدخل في هذا الشيء ويعطينا الاستفادة ديالنا ونمشيو حنا بحالنا بحال الناس باش نستقر في المحيط، داك الشيء اللي غنعيش به في الكرة نعيش به أنا وليداتي، نستقر به أنا وولادي قرب وقت. الله يرحم الوالدين، انا راه ضعت ماشي ما ضعتش، ضعت بزاف. انا كون خلوني في البرك عندي احسن من تم، نعيش ونخرج من تما نخدم ونجي تما عند ولادي. دابا ملي كنخدم ما كنجيبها للكره باش نعيش انا. دابا ما كناكلش انا، دابا جيت هكاك وجيت عام الناس خلصوا عليا، ما جيت باش نركب، ما جيت باش نرجع، باش نرجع الا ما كانش إذا ما كانش هذاك الشيء باش كنعيش ما كاينش اللي يعيشني. ولادي مسكينه النضغه ديال الخبز ما لقاتهاش كتمشي عند جيرانها تاخذها. فدابا كنطلب سيدنا الله ينصرو والله يطول في عمره والله يخلي لوليداتو يدخل لنا اقرب وقت يعطينا الاستفاده ديالنا ونستحنا نستافدوا بحالنا بحال الناس. يا مالك الفقراء ريبونا ما عطاوناش الاستفاده ديالتنا، هذا هو اللي كيهمنا، الامر هو هذا ديالنا، الامر ديالنا هو الاستفاده ديالنا. مكرفسين مع الكرة، كاين اللي عاطيه شي حد كراج، كاين اللي حوايجو تلاحوا ليه في الزنقه، كاين كله كيفاش حاله مع الكرة. هذه المهمه ديالنا حنا، هو السكن ديالنا، الاستفاده ديالنا بغيناها في اقرب وقت. كتجي السلطه كتقول لك نوض حيد باش نعطيوك البلاصه ديالك، حنا حيدت حنا بحالنا بحال خوتنا الاولين عطاهم والاخرين راهم لعبوا بهم. هما كيقولوا البقع باقين، باقا تقريبا فوق 400 بقعة ولا 500 بقعة اللي باقا، ولكن هما كيقولوا ما بقاوش. هذه هضرتهم هما ديال ما بقاوش، البقاعي كاين في البلاصة، راه كاين البقاعي ماشي ما كاينينش. حنا دابا جينا محتجين على حساب على قبل الاستفادة ديالنا، ريبونينا على اساس بحال مستافدين ملي ريبونا ولاو كيقولنا البقاعي ما بقاوش، لا حنا لا الاولاد ما عطاونا، لا حنا لا ولادنا، لا حنا لا جيراننا، ريبو لينا وخلونا مشردين. لا اله الا الله محمد رسول الله، حنا كارين مشردين وما عندناش باش نخلصوا الكرا، مصاريف غاليه علينا، عندنا الوليدات، هذا الشيء راه بزاف وعيب. حنا عايشين مع الطوبات ومع الكرا كارين دار كحله. لا اله الا الله محمد رسول الله، ملي ما عندناش البقاعي لا شريبو لينا، خلونا في المحلات ديالنا، ريبونا دابا وخلونا بحال حشرات، عيب هذا الشيء. كنطلبوا من السيد العامل، نطلبوا من السيد الوالي هو الاول، والسيد العامل والناس مسؤوله كلها على الموضوع، يدخلوا ويعطيونا الاستفاده ديالنا. عاش الملك، يدخلوا ويعطيونا الاستفاده ديالنا. هذه الاستفاده راه ريبونا ديورنا، يعطيونا التعويض ديال الديور ديالنا، ريبونا محالاتنا على اساس بحال مستافدين. حنا راه حنا 36 عام وحنا في الديور ديالنا، كنا ساترنا محالات ديالنا، دابا راه حنا ولينا معرضين للتشرد. راه الا ما خلصناش كرا غير شهر ولا شهرين غادي يجري علينا مول الدار، راه ما يمكنش غيبقى يتسنى فينا. منين غنجينا حنا الخلاص باش نخلصوا الكرا؟ راه هادشي بزاف. حنا دابا عام باش ريبوا لينا، جا الاحصاء في 2017 حصونا رقموا لينا، جاو حصونا رقموا لنا، هما اللي جاو عندنا، هما يدقوا لنا البيبان وحصونا وقالنا طلعوا الوراق ديالكم، طلعوا الوثائق ديالكم، طلعوا بالله ما عندكمش ملك، طلعوا بالله شهاده الحياه، شهاده التحمل العائلي. انا معايا 5 الاولاد اللي معايا، وانا شنو كندير؟ انا كنبيع الغرابل، مره نبيع غربال، مره ما نبيع جوج، مره ما نبيعش كاع، باش غنخلص كرا وباش غنخلص المصاريف. هادشي راه بزاف علينا، ريبونا ديورنا يعطيونا الاستفاده ديالنا. هادشي اللي كنطلبوا منهم ومن الناس المسؤوله، راه حنا عينا. لا اله الا الله محمد رسول الله، يشوفوا فينا ويهديهم الله علينا. راه السيد الوالي دخل، السيد الوالي راه قالوا لنا المشكل عندك السيد الوالي. السيد الوالي راه حنا ضعافه، راه حنا ما عندناش باش نخلصوا الكرا، راه حنا فقراء. لا اله الا الله محمد رسول الله، راه حنا كنساترنا المحل ديالنا واخا عشوائي، كنا مستورين. دابا راه حنا معرضين للتشرد، راه حنا معرضين للتشرد من الصباح الا ما خلصناش كرا، ملي دخل الشهر الا ما خلصناش.